وللمتابعة تنضم إلينا من بغداد الدكتورة فرح صابر، متخصصة في الشأن الإيراني والتركي وقضايا الشرق الأوسط. أهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا. بداية دكتورة فرح، هل هناك عمليات انتشال جديدة لضحايا غرق العبارة مستمرة؟ قبل كل شيء أود أن أشير إلى ما حدث في الموصل كانت فاجعة بمعنى الكلمة. نعم. تتظل لوقت طويل جرح مفتوح في أرواح وضمائر العراقيين. أكثر من 120 مواطن، آخر إحصائية قبل قليل وصلتني أنه 121 جثة من الضحايا انتشلت حتى الآن، راحوا ضحية الجشع وسوء الإدارة والفساد وسيطرة الأحزاب وعدم توفر المراقبة. بالنسبة لسؤال حضرتك أنه من يتحمل مسؤولية، الكل يتحمل مسؤولية، المحافظ، مجلس المحافظة، الأحزاب الموجودة، الفصائل المسلحة الموجودة، كلها تتحمل مسؤولية، وكلها منذ حدوث الفاجعة تلقي بالمسؤولية، كل طرف يلقي على الطرف الآخر. نعم. طيب دكتورة، عندما يعني يطلب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي من أعضاء البرلمان إقالة محافظ نينوى، ألا يعني ذلك أن المحافظ هو المسؤول الوحيد عن هذه الكارثة الإنسانية؟ بالمناسبة المحافظ الموصل من أواخر 2017 السيد العبادة رئيس الوزراء السابق سحب يده من الوظيفة، لكن نتيجة هذا الخلل في كيان الدولة العراقية أحيانا من أعلى مسؤول في الدولة تصدر القرارات وهناك من لا ينفذ. لماذا؟ لأن الدولة تعتمد على سياسة المحاصصة والتوافق، فإذا يجب أن يقبلوا بالمسؤول المعني حتى لو ثبتت عليه وثائق إنه يعني ليس الرجل المناسب في المكان المناسب. فليست المرة الأولى التي يتهم فيها المحافظ بأنه لا يصلح للبقاء في الوظيفة. حتى في هذه الحالة مجلس المحافظة اجتمع للبت في إقالتي، أيضا حدث صراع بين الأعضاء في مجلس المحافظة، فقط اكتفي بإحالتي على التحقيق ولم يقال، لكنه الآن سمعنا أنه رئيس الوزراء طلب من مجلس النواب إقالة المحافظة، وأعتقد أنه سيقال لأنه منذ وقت عليه كثير من القضايا التي لم يبت بها حتى الآن. نعم دكتورة فرح، أيضا يعني ما المتوقع غدا من عقد جلسة برلمان فيما يخص هذه القضية؟ حقيقة هي قضية إنسانية كبيرة، وأيضا يعني هل هناك مثلا نرتقب إقالات غير المحافظ محافظ نينوى عفوا، أو تعويضات أو غير ذلك؟ الحكومة أعلنت أنها ستعوض الضحايا رغم أنه كل أموال الدنيا لا تعوض. نعم صحيح، ذهبت الإهمال والتسيب، ولكن أعتقد الآن على الأقل لأنه الرأي العام الآن في العراق غاضب من شماله إلى جنوبه، فأعتقد قضية إقالة المحافظ ستكون يعني منتهية. لأنه هذه ليست المرة الأولى يعني تناقش هذه القضايا، لكن أعتقد أنه نتيجة نظام المحاصصة وهذا النظام السياسي يعني غير الطبيعي الموجود في العراق ستحدث مساومات سياسية ربما لتهدئة يعني الرأي العام الداخلي في العراق. ستتخذ بعض الخطوات لكن لا أعتقد ستكون خطوات جذرية، لأنه الكارثة التي تسببت بقضية العبارة في الموصل لا يتحمل محافظ وحده القضية هذه. في الموصل هناك أحزاب، هناك فصائل مسلحة، هناك مكاتب اقتصادية لهذه الفصائل وهذه الأحزاب، هذه أقوى حتى من مؤسسات الدولة. المشكلة الآن في العراق أنه هذه الأحزاب والفصائل لديها يعني مكاتب ومؤسسات أقوى من سلطات الدولة. في كل وزارة هناك مكتب اقتصادي لإحدى الأحزاب التي تهيمن على هذه الوزارة، فالصفقات، العقود، المشاريع الاستثمارية كلها لديها هذه الأحزاب أو الفصائل حصة فيها. حتى الحكومة تدرك ذلك، لكن الحكومة لا حول ولا قوة. الآن الحكومة أنشأت الهيئة العليا للفساد، من الآن الأحزاب بدأت يعني تشحذ سكاكينها تجاه هذه الهيئة، لأنه تعرف أنه هذه الهيئة إذا عملت ستفتح ملفات وملفات جدا في أموال الآن تدار في العراق بتريليونات من الدنانير العراقية أو بمليارات من الدولارات. فليس من صالح هذه الأحزاب اتخاذ مثل هذه الخطوات. لكن أعتقد مسألة الموصل أيضا فتحت يعني قوة في جدار الفساد، ربما الحكومة قد تصبح لا أقول مطلقة اليد في معالجة هذه المسألة، لكن على الأقل
تستطيع بجرأة أن تتخذ بعض الخطوات، لأنه وضع الموصل لا يشبه وضع أي مدينة في العراق. المدينة شبه مدمرة. نعم. من يزور الجانب الأيمن في الموصل سيرى أنه تشبه وضعها أو صورتها أشبه بصورة برلين أو درسة في الحرب العالمية الثانية عندما الحلفاء ساووا هذه المدينة بالأرض بمعنى الكلمة. نعم دكتورة فرح. المدينة الحد. نعم أشكرك. نعم. جزيل الشكر دكتورة فرح صابر، متخصصة في الشأن الإيراني والتركي وقضايا الشرق الأوسط، كنت معنا مباشرة من بغداد.